بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللاعب احمد رجب امام حسن من قريه شطنوف المنوفيه، سني 20 سنه، عداء نادي الاهلي 100 و200 و4%، والحمد لله بفضل الله رقم واحد في مصر برصيد بزمن 10 ثواني في ال 100 متر و20 98 في ال 200 متر وبطل مصر بقى الحمد لله. الحمد لله يعني لا في الاصل ان انا لعيب كوره مميز، بلعب باك ليفت، لعبت في بعض الانديه في مصر، لعبت في نادي الزمالك 5 سنين ناشئ متعلم الكوره في نادي الزمالك، ولعبت في الترسانه، ولعبت في ام 6 شهور، وكان في بعض الانديه بس ما استمرتش فيها عشان خاطر كنت مستمر في العاب القوى عشان خاطر اثبت القدرات اللي عندي. قدرات اللي عندي الحمد لله موهبه من عند ربنا. اصعب المواجهات بصراحه اللي واجهتني في حياتي في الكوره كانت الماديات، كانت بتبقى صعبه عليا شويه، بس كنت بعافر فيها وكنت بدوس، كنت بوفر على نفسي حاجات كتير قوي عشان خاطر اقدر اروح التمرين. لما جات لي بتروجيت رحت بتروجيت، بس في نفس الوقت ما كانش ينفع اسيب نادي الاهلي، ان هو كان نادي الاهلي كان محتاجني جدا. وكنت بروح اتمرن في بتروجيت الساعة 10:30 الصبح مع كابتن شريف بيومي مواليد 99، وكنت بعديها بفضل قاعد في الشارع بتاع حوالي 4 ساعات، اللي هو كنت بخلص تمرين الساعة 1 وافضل من 1 لـ5 في الشارع، وبعدين اروح التمرين الساعة 6، وكل يوم على نفس الموضوع. بس انا ما اتجهتش للكرة في الوقت ده لان انا ما رضيتش اسيب الراجل اللي هو واقف جنبي وخلاني رقم واحد في مصر الحمد لله. فمتأكد ان بالدليل اللي انا عملته ده، ان انا ما بصيتش لحاجه، ان انا متاكد ان انا هاجي في يوم وربنا هيرجعني تاني للكوره بس في مكان كبير جدا. كانت المعاناه كانت صعبه جدا، كانت الماديات كانت معايا ما كانتش مظبوطه، كنت بحاول ان انا اجمع، كنت مثلا باخد المصروف ما بصرفوش كله عشان خاطر اخده معايا، اخد الباقي منه تاني يوم، وكنت بعافر فيه عشان خاطر اعدي. ما كانش عندي امل، كان عندي امل، عندي امل ان انا مهما الدنيا تحصل حتى لو اروح التمرين ماشي اروح، من الموهبه اللي عندي بتصعب علي ان انا اسيبها. ومتاكد ان انا هاجي في يوم بظروف والحاجات اللي انا تعبت فيها دي كلها، متاكد ان انا عشان تعبت وعملت ده كله متاكد، وبفضل الله متاكد ان انا هوصل، وان شاء الله انا متاكد ان انا هوصل بالظروف، الظروف اللي حصلتني يعني لو فضلت احكي مش هتخلص. بس انا بقول الحاجات اللي انا فاكرها. مثل الاعلى كابتن محمد صلاح، وان شاء الله طموحاتي ان انا ان شاء الله ابقى لعيب كوره، متاكد ان انا باذن الله وثقه في الله ان انا هبقى بلعب بمثل منتخب مصر كباك ليفت، ومتاكد من واثق من ربنا، ومتاكد ان انا مسير ان شاء الله في يوم هلعب في الدوري الانجليزي في خلال 3 سنين ان شاء الله باذن الله. وطبعا بشكر ابويا وامي وبشكرهم جدا ان هم عانوا معايا كتير، عانوا معايا في المصاريف وفي حاجات كتير جدا، والحمد لله اقترب صلاة الحمد لله شفت المغرب. لما سلمة بتتكسر بدعواتهم وابويا يدوم بتتحط، وبكمل وبدوس وبطلع على السلمة دي، والحمد لله بقدر احقق من خلال الدعوات بتاعتهم. وطبعا متأكد وان انا طول ما انا مع ربنا وماشي صح، ما بعملش حاجة غلط، وما فيش حاجة في دماغي غير ان انا اتعب وان انا اوصل، متأكد ان شاء الله بإذن الله وثقة في الله متأكد ان انا هوصل، متأكد بإذن الله بدعواتهم وأبويا متأكد إن أنا هوصل إن شاء الله، وهمثل منتخب مصر، وإن شاء الله هبقى في مكانة كويسة زي الكابتن محمد صلاح، متأكد بإذن الله إن أنا هوصل له.